اهلا اهلا احمد بيه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. مش لسه مسافر امبارح؟ كان المفروض اتاخر اكتر من كده بس الشغل خلص. اهلا وسهلا، مع السلامه. يا اخي قشتك مثل الزنبرار، ريح اعصابك ونام. مش هريح اعصابي ولا نام الا لما تقول لي مين اللي معجبه بيا. يا اخي يا مسعود لازم تعرفها لوحدك يا مسعود، ولو يا مسعود. يعني اجيب منجم ولا اقلب الفنجان ولا اعمل ايه؟ بس فهمني يا اخي. انت كل ما تشوف وحده يراقب دقات قلبك، واذا دق قلبك معها زياده هبل ببل ببل هبل بطول. هي ان كان علي انا بحبهم كلهم. واللي شو بتقصد هن كلهم؟ ودي زعلتك في ايه؟ لا كيف شو زعلتنا؟ ما بتعرف انه نجوى حبيبتي؟ انا مالي ومال نجوى، انا بتكلم على الباقيين. اذا كان هيك انفجر مثل ما بدك يدق قلبك. ممكن اعرف انا بايه؟ احمد بيه. وده يبقى فين؟ ده قصب سعادتك. ودول بيعملوا ايه؟ دول بياخدوا تعسيله. تعسيله؟ اتفضلوا برا برا، وانت تيجي معايا. فوق يا حبيبي. مالك يا سيد بيه؟ مالك يا حبيبي؟ ايه اللي سمعناه ده يا حضر؟ هيدا نتيجة عمل الخير، نتيجة اللي بتقول له قلب طيب وكبير. أنا مش فاهمة حاجة أبدا. ولا أنا. تسمح تقول لنا مين صاحب القصر ده؟ أنا طبعا. وهو؟ هو فين يا ما فين في قديم الزمان، بس هلا شو بقدر أقول؟ اللهم اشفيه ورجع له عقله لمكانه. أنت عاوز تقول إيه بالظبط؟ لا بترجعته، لا 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 ما ردي. انا ما بحب احكي عن عمل الخير. بس ده اهانك. هذه نتيجة السواق. ما انا لازم اعرف الحكاية بالضبط، ولا عايز نزعل منك. مصرة طبعا. صيحني يا رب لا تاخذني، لاني حاكشف السر
يلي دريته من سنين لان ما بقدر ارفض طلب لنجمة. هيدا الشاب كان زمان صاحب القصر، لكن الحال اتدهور فيه وافتقر فبيع القصر لوالدي الله يرحمه. وبعدين حصلت له صدمة عصبية ونتج عنها حالة جنون مركب، وصار يعتقد انه هالقصر اله واني شغال عنده. لا حول ولا قوة الا بالله. الدكتور تبعه كلمني وترجيني وقال لي يا سعيد بيك يا ابن الاكابر، انت شاب وهالمسكين شاب وكل شاب بيقدر الشاب اللي مثله شاب. قلت له ولو يا دكتور تحت امرك امور. قال لي سيروا على قد ما بتقدر لبينما كمل علاجه ويرجع لحالته الطبيعية. ومن يومها لهلا واني بصيره والله قدرني وحافظت على هالوقت. لكن هو عايش منين دلوقتي؟ بيصرف ازاي؟ بساعده بقرشين كل شهر. والله اللي يشوفه هو بيتأمر علينا وبيطردنا من القصر يفتكر صحيح ان هو صاحب القصر وانك انت اللي بتشتغل عنده. بتصدق بالله ما قلتن يمين علي، في بعض الاحيان بطلع له الاكل لغرفته وبلبسه هدومه. انت انسان عظيم صحيح، والله انا ما شفت اخلاق زي اخلاقك. اخواني لا داعي للهتاف، دعونا نعمل الخير في صمت مهيب. لوكاندا من امتى عاملين بيت لوكاندا؟ مش من زمان قوي يا سعاده البيت. يعني انت يا دوبك 7-8 سنين. ممكن اكلم سيادتك كلمتين؟ اتفضل. نعم. انت شاب ذوق ومحترم وعاقل. انت عايزه تقول ايه بالظبط؟ عايزك تقدر ان احنا اغراب عن البلد وان احنا بقينا في نص الليل وتعتبرنا يا سيدي ضيوف عندك لغاية الصبح. أغراب على عيني وراسي، لكن أنا مش فتحها جمعية خيرية. شوف لكم حد تاني يكون غابت الأيام. يظهر إن الزوم ما ينفعش مع مكانك. ما شاء الله، أحسن تقولي لي أروح بيت بره. اتفضلي. خلاص أخد البنات ونروح نبات في الشارع. استني عندك، هسمح لكم تباتوا الليلة بس على شرط 8 الصبح ما لاقيش حد منكم هنا. فعلا العقل زينة. شرح الجنان وعليكي. ده مش مجنون وبس، ده وقح وعصبي وقليل الذوق كمان. كتر خيره سعيد بيه اللي مستحمله على رذالته. هيتقتل له لوجه الله. حضرته تنازل وتكرم وسمح اننا نبات هنا لغايه بكره الصبح. طب وبكره الظهر هنعمل ايه؟ يلا يا بنات الصباح رباح. طب دلوقتي هدومنا فوق عند المجنون بتاعك، تسمح تروح تجيبهم؟ لا انا اعصابي تعبانه، خوفين ما اطلع لعنده يسمعني كلمة هير او هير ومطخ رصاصتين واخلص منه. يا خبر اسود، ترتكب جريمة؟ طيب شو بدي اعمل قولي لي. خليك انت، كفاية الهم اللي على قلبك، انا طلعاله. وانا حبطلوب الاسعاف. ثمانية الصبح